ف وانا براجع معاكم الجير، انتوا المفروض شفتوا الفيديوهات بتاعت الدكتور، وانا هعتمد عليها الصراحه ان هي تغطي الجزء النظري بتاع اللاب دوت بالتفصيل شويتين ثلاثه، وتوقع مني وانا شغال معاك دلوقتي وبشرح ان انا هسالك في شويه تفاصيل كده في النص. التفاصيل دي هل جديده عليك؟ لا هي مش جديده طبعا، هي تكمله للشرح اللي انت، او يعني اعاده للشرح اللي انت سمعته من الدكتور في الفيديوهات بتاعته. فركز كده معايا عشان نفهم الجزء النظري بسرعه، ونلحق بعديها نشوف الانفنتور ازاي نقدر نطبق على الكلام ده. طبعا يا جماعه الجيرز والبيلتس عباره عن اليمنت بنسميها باور ترانسميشن اليمنتس. ايه الباور ترانسميشن اليمنتس؟ انت قدامك في الصوره هنا مجموعه مختلفه من الباور ترانسميشن اليمنت، ودي كلها بستخدمها في ان انا انقل الباور من الموتور للمكنه اللي انا، او الابلكيشن اللي انا هشتغل عليه. الابلكيشن ده ممكن يكون مكنه مثلا في الورشه بتاعه الكليه، ممكن مثلا تكون مروحه، ممكن تكون غسالة، ممكن تكون ايا كان الايه الابليكيشن بتاعي. فانا عندي موتور، والموتور دوت بيدي حركة للابليكيشن ده من خلال الباور ترانسميشن اليمنتس. في هنا حاجات يمكن انت اوريدي درستها الترم ده، في حاجات قديمة زي مثلا الشافت، انت درست الشافت الترم اللي فات وبتكمل عليه الترم ده كمان. البلت هنتكلم عليه النهاردة هو والجيرز. البيرنج انت اوريدي درستها المره اللي فاتت هي والكيز. السبرينج انت مش هتعدي عليه الترم دوت، ولكن مهم برضو. الكلاتش لا هنا برضو، او ده اعتقد كلاتش، يعني برضو مش هتعدي عليه في الكورس ده. والجير بوكس طبعا بانواعه هتاخده معانا دلوقتي. طب هنا عايزين بقى نروح لايه؟ عايزين نروح للجير ديزاين. هنتكلم الاول على الجيرز عشان نعرف ايه هي انواع الجيرز وازاي بقدر ان انا اعمل لها ديزاين، والجيومتري كمان بتاعتها انا بقدر ان انا اعرف ابعاد الجيرز والدايمنشنز بتاعته والجيومتري بتاعته ازاي. السلايد دي بيقول لك فيها اربع اشكال للجيرز، يعني هو حاطط لك في السلايد دي اربع اشكال مختلفة للجيرز. عايز اعرف دلوقتي بقى منكم ايه الاربع اشكال دول، كل شكل هنا عبارة عن ايه او اسمه ايه. ف هنادي مثلا دلوقتي يوسف، انت رفعت ايدك يوسف اول واحد، وانا كده كده كنت هناديك دلوقتي يا يوسف. عايزك بس تقول لي اسم كل جير من دول ايه بترتيب معين ولا اي حاجة؟ اللي انت عايزه. ماشي، اللي فوق على اليمين ده السبير جير، تحتيه الهيليكال، وفوق على الشمال ده البيفل، وتحتيه الورم. تمام جدا، تمام جدا، بالظبط يا يوسف. يبقى الترتيب اللي انت قلته دوت، او التسمية اللي انت قلتها دي للاربعة جيرز اللي قدامنا. طب لو انا بقى سألت دلوقتي احمد عبد الرحمن وقلت له كل واحد من اللي قالهم يوسف بستخدمه في انهي كيس، استخدامات الجيرز، السبي بستخدمه امتى، والهيليكال امتى، والبيفل امتى، والورم امتى، تقول لي يا احمد؟ هم مش هم المفروض باشمهندس مينلي يعني لأي ترانسميشن للباور، بس ممكن تختلف من ابلكيشن للتاني يعني. على حسب ايه بقى؟ ما انا عايز اعرف فعلا هي سبب الاختلاف يخليني اروح من سبير لهيليكال لبيفل لورم. ممكن ان في بعضهم بيشيل اكسل فورس، في بعضهم ما بيشيلش. لا هو الجير بيعمل اكسيال فورس يا احمد، قصدي مش يعني بيشيل. فالجير هو سورس للاكسيال فورس، لكن ما يخلينيش ان انا اروح له. صح. ركز كده بس شوية، شوف كده من أشكالهم هل تقدر إن أنت من شكل كل جير تعرف إيه الفرق ما بين إمتى استخدم ده وإمتى استخدم ده؟ طب بص يا أحمد، هرجع لك تاني، هسألك سؤال تاني. قول كده يا كرولوس. الاورينتيشنز بتاعت الشفت يا باشمهندس، يعني بالظبط لو كده سواء كانوا الاورينتيشن. parallel او skew او perpendicular على بعض يعني. طب قول لي بقى كده كل حالة من دول بستخدم لها انهي جير؟ هو انا مش متأكد بس اقول لحضرتك تقريبا لو parallel بيبقى السبير جير العادي،
تمام. البيفل لو هم في انجل بينهم ماشي. انا للاسف ده اللي عارفه يعني. طب انت قلت لي كده، قلت لي في الاول كده ثلاث حاجات صح، بارل او ايه او سكيو اللي هم ايوه. ولا انترسكتنج ولا بارلل. طب انهي حاله من دول اللي ممكن تبقى فيها الكيس اللي انت بتقولها دي؟ الورم جير، ادي شفت اهو وشفت تاني هنا اهو، فالاثنين دول لا بيتقطعوا ولا برل ولا اي حاجه في الدنيا، فدول سكيد شافتس، وبالتالي بستخدم الورم جير. طب البرل طبعا السبير، وممكن الهيليكال برضو، الاثنين دول لو شافتس برل. طب والبيفل بقى لو هم انترسكتد مع بعض. تمام يا كلوز. طب عايز بقى حد يقول لي، يعني انا مش هنادي على حد، عايز حد يقول لي كده يرفع ايده ويقول لي ايه الفرق ما بين ان انا استخدم السبير والهيليكال؟ يعني ما هو ده بارل شوفس وده بارل شوفس، طب انا استفدت بايه؟ يعني اخطيع ليه ترس واسنان ومايله واتعب نفسي؟ اللي عارف كده يرفع ايده يا جماعه. ايوه ممكن تفضلي. هو الهيليكال جير بيقدر الكاباسيتي بتاعته اعلى من السبير جير في اللود اللي يقدر صح صح بيقدر يشيل لود اكتر. طب ليه؟ لا مش عارف. تمام. طب محمود معايا؟ محمود انت رافع ايدك. هو تقريبا انت يعني يا اما الصوت مش واصل لي او بس انا كنت لسه سامع يعني، او انت عندك مشكلة يا محمود. حضرتك سامعني كده؟ كده سامعك يا محمود. كنت بقول لحضرتك عشان هو بيبقى عنده greater contact ratio، فبيبقى تمام. بالتالي بيقدر يسمع. ايه هي ال contact ratio دي بقى؟ عبارة عن ايه؟ اللي هي التلامس ما بينهم، السنون ما بين بعضها. جدع يا محمود، بالظبط كده. تمام، حلو قوي. تمام، شكرا لك يا محمود. يبقى كده تكملت بقى الكلام اللي انتوا قلتوه كده يا جماعه كلكم مره واحده. امتى بقى ان انا بستخدم الهيليكال جير؟ الهيليكال جير ليه مميزات كتير قوي عن السبير جير. اول حاجه الميشن بسبب الميل ده بيبقى جراديوال، ما بيبقاش صادن او بيبقى مره واحده زي ما انت عندك في السبير. يعني السنه دي حته حته منها بتبدا ان هي تدخل في الميشن. ماشي. فايه الفايده من ده؟ ان اللود لما بيبقى جراديوال بيبقى تاثير الديناميك لود على السنان اقل، فدي الميزه الاولانيه. الميزه الثانيه بسبب برضه ان هنا مفيش امباكت في الميشن، بيبقى النويز اهدى. الجير بوكس بتاعك لما يبقى شغال بهيليكال جيرز تلاقيه هادي ومفيش زنه كده او في خبط السبير جير. السبير جير بيعمل نويز اكتر شويه. الحاجه الثالثه والمهمه قوي بقى اللي قالتها مهجه، ان الكاباسيتي بتاعت الهيليكال جير اعلى، يعني بيقدر يشيل لودز وتورك اعلى. ليه؟ لان زي بقى ما قال محمود الكونتاكت ريشيو اكبر. ايه الكونتاكت ريشيو؟ عدد السنان اللي بتشارك في عمليه الميشن. يعني لما يبقى في ترسين مع بعض، مع الشقين مع بعض، انا بيبقى عندي كام سنه بتعمل ميشن في ما بين الترسين؟ في الهيليكال جير لا، بيبقى عندي ممكن 2.5 3، يعني بيبقى عندي رقم كبير. لكن هنا بيبقى واحده بتزق واحده وخلاص على كده. فالفورس هنا بتاثر على سنه واحده، لكن هنا الفورس بتاثر على مجموعه سنان، وبالتالي بتتوزع تاثيرها على كل سنه. كل سنه حاسه بتاثير اقل، فيقدر الترس دوت يشيل لود اعلى. ده كده يا جماعه باختصار الفروقات اللي ما بين الجيرز وبعضها. طب عايز بقى حد هنا يتكلم في السلايد دي على الجير جيومتري، وهو حضرتك هنا ست بارامترز، محتاج ان انت تقول لي كل بارامتر عباره عن ايه وبحسبه ازاي. لو سالت احمد عبد الرحمن معايا تاني. يا احمد. ايوه يا باشمهندس. تمام يا احمد. بص دلوقتي هو حاطط لي هنا 6 بارامترز، عايزك تتكلم كده تشرح كل واحد فيه. تمام. هو الموديول او البارامتر المفروض ان ده يعني بيبقى في الترس اول ما يتصنع،
يعني ده خاص ماشي بطريقة تصنيع الترس، تمام. وده بيبقى زي ما الدكتور قال من 0 لـ4 ملي تقريبا، بيبقى كل ستيب كل نص ملي وبتختلف بعد كده. تمام والبارامتر اللي بعدها اللي هو البيتش سيركل، دي يعني ايماجينري سيركل كده او سيركل وهمية، بتبقى موجودة في نص الـ التوث بتاع الجير. والأدندم اللي هو المفروض الدايرة الخارجية، والديدندم هو الدايرة الداخلية، والجير ويتس ده عرض السنة لجوه الصفحة، والسيركلر بيتش ده اللي هو المفروض المسافة بين السنة والتانية على الدايرة اللي هي ما بينهم يعني. جدع يا أحمد، جدع. يعني أنت صراحة وضحت لنا توضيح كويس للستة دول، أشكرك. عايز بقى أسأل حد تاني كده دلوقتي، لو سألت مثلا حامد، معايا حامد؟ يا باشمهندس دلوقتي في وسط بقى الكلام اللي قاله أحمد من شوية، هو قال إن البيتش سيركل دايمتر في النص، انت ايه رأيك في الحتة دي؟ هي مش المفروض هتبقى في النص لو هي عندي السنة الشيب بتاعها معدول، بس هي مش مفروض في النص قوي، ده طب اللي أنا ليه مش عارفه. مفروض في النص قوي؟ ايه اللي خلاها مش في النص؟ لا صراحة مش فاكر السبب قوي. طب خلاص سيبك من الحتة دي دلوقتي. المديول برضو احمد قال ايه؟ قال ان هو بيبقى ارقام ستاندرد على حسب مش عارف من 1 لـ4 ستيب نص ملي، نص مديول، ومن 4 لـ7 مش عارف كام. طب المديول اصلا انا احسبه باي ترس ازاي؟ انا قدامي ترس وعايز احسب المديول بتاعه، هحسبه ازاي؟ بشوف السيركل، بشوفه من مسافة على بس على الدايرة بتاعته، طب يعني هو يعني ايه، معلش واحدة واحدة كده، يعني ايه القانون اللي انا اقدر اطلع، او ايه الطريقة اللي انا اطلع بيها المديول بتاع اي ترس في الدنيا؟ لا هو كقانون انا مش فاكره، بس هو كان باي في دي تقريبا او حاجة زي كده، بس انا لا فاكره ان هو كان ان هو طول الارك عامة او طول الكيرف عامة في الترس. طب وانت بتقرب شوية يا محمد، بس الدنيا ملخبطة معاك، هبقى ارجع لك تاني. انا شايف ان في حنين رفع ايديها، اتفضل يا حنين. التوث دبث بيبقى 2 وربع الموديول، ايوه والبيتش سيركل دايمتر بيبقى من الأدندم 1 موديول، ومن الديدندم بيبقى 1 وربع موديول، مش بيبقى في النص بالظبط. بالظبط كده. يعني انت قصدك ان هو بيبقى اقرب للدايرة بتاعت الادندم شوية عن الدايرة بتاعت الديدندم. تمام جدا يا حنين. مظبوط. طب تقدري تقولي لي برضو الموديول اقدر احسبه ازاي؟ ما هي لو انا قست التوث دبث هتساوي 2 وربع موديول، ده ماشي. الطريقة اللي ولو أعرفها. ان ولو ان دي طريقة صعبة وفي المسائل ما بنس... يعني ما بتجيش كده، بس في طريقة تانية، ودي غالبا اللي ممكن تستخدموها في المسائل، او حتى لو قدامك جير في الحقيقة وعايزة تعرفي الموديول بتاعه كام، تقدري تعرفيه من الطريقة دي. ايه الموديول ده؟ هو ريشيو ما بين ايه وايه يا حنين؟ ما بين ال لا مش عارف. تمام. طب حد عارف يا جماعة يقدر يقول؟ هو أنا المعلومة دي تقريبا كلكم برضو، الناس اللي قبليكم برضو كانت واقعة منهم، فأنا مش عارف هل ده بسبب إن هي يعني ما اتقالتش، ولا أنتم ما شفتوش الفيديو، لأن أنا متأكد الدكتور قالها 500,000 مرة واتقالت لازم في السكشن، لكن انا شفت الفيديوهات، فغالبا لو اتقعد في الفيديو هبقى فاكراها. بس هي ايه طيب الاجابه الصحيحه؟ طب هو الموديول هو في اي ترس الريشيو ما بين الديامتر على عدد السنان، واني ديامتر هو الديامتر بتاع البيتش سيركل ديامتر. فلو انت فكيتي الديامتر دوت ام زد، لما تقسمي الزد ده على الزد هتطلع لك الايه، الموديول. فاي جير في الدنيا، انا لو عايز اعرف الموديول بتاع اي جير، هقدر ان انا اقيس الديامتر الخارجي بتاعه، اطرح من الديامتر دوت، او لا، او اجيب بقى ايه لو عندي فعلا ترس حقيقي، بس انا عايز اقيس البيتش سيركل دايمتر. لو قست الدايمتر ده وطلع،
الديامتر مش السيركمفرنس، انا اتلخبطت. هجيب الديامتر واطرح منه قيمة المديول واقسم على عدد السنان، هتلاقي ان انت عندك معادلة تقدر ان انت تطلع منها قيمة المديول بسهولة. فالمديول تاني هو الريشيو ما بين الديامتر على عدد السنان، والريشيو دي مهمة جدا عشان تفهم ايه اصلا يعني ايه مديول، لان انت لو جيت في الصورة دي جزء ده كده وبصيت علاقة المديول بشكل الترس، هو هنا حاطط لك كذا ترس كلهم ليهم نفس الدايمتر يعتبر، ولكن كل واحد مديول شكل. فلما تلاقي ان الزد كبرت يحصل ايه للمديول؟ المديول لازم يقل لان المقام كبر فالمديول قل، فهتلاقي ان مثلا ام 2 عدد السنان ايه كتير. طب شوف بقى كل ما انت تقلل عدد السنان بيحصل ايه لشكل الترس، بيزيد المديول بتاعه. يعني عمال تلف كده، هنا مثلا المديول ب3 عدد السنان قل، طب بقى ب4 قل اكتر، 5 بقى قليل جدا. يبقى دايما انت تقدر من شكل الترس اصلا تعرف المديول بتاعه كبير ولا صغير بالتقريب كده من العلاقة دي. طب لو سألت برضو تاني حد قلت له البيتش سيركل او سوري السيركلر بيتش القانون بتاعها ايه، بحسبها ازاي؟ اتفضل يا محمود. كان بيبقى باي في الموديول. باي في الموديول بالظبط كده. ومن هنا بقى جت حاجة مهمة قوي، الشرط بتاع الميشنج ان يبقى ليهم نفس السيركولار بيتش. السيركولار بيتش بالمناسبة هي نقطتين على البيتش سيركل على سنتين مختلفتين، بحيث ان هم يكون ليهم نفس الفيز. ماشي، يعني ايه نفس الفيز؟ يعني دي في الاول ودي في الاول زيها، ما تجيبش النقطه اللي ورا وتقول لي ما دي نقطتين على البيتش سيركل، لا لازم نفس الايه، نفس الفيز، يعني في نفس المرحله من السن او في نفس المكان في السن. فالشرط بتاع الكونديشن ان الترسين يبقى ليهم نفس الايه، نفس السيركلر بيتش. ومن القانون ده لما يبقى ام زد الجير بتساوي سوري باي في الموديول لجير بتساوي باي في الموديول لجير تاني، الباي ثابته، فايه المديول لازم يكون واحد. فمنها جت حته ان هم يبقى ليهم نفس الايه المديول، يبقى الاساس اصلا يبقى ليهم نفس الايه السيركولار بيتش. طب نيجي بقى لحته تانية وهي اليو، عايزين نتكلم شويه عن اليو وازاي بحسبها. سيف ايوه باشمهندس. ايوه السيف، دلوقتي انا بسأل على اليو، ايه هي اليو دي اصلا؟ هي ال velocity ratio. تمام، ال velocity ratio او ال speed ratio بتبقى بتتراوح من كام لكام؟ هي كانت بتبقى اللي انا فاكره كان في بتبقى من 1 لـ 4، كانت ارقام صغيرة. تمام، يعني ممكن انا اجي اقول لك ان هي ينفع تبقى اقل من الواحد ولا ما ينفعش؟ لا هو انا هو الدكتور كان بيقول يعني من شرحه ان هو بيقول هي لازم تكون اكبر من الواحد، سواء انا بقلل او بكبر، بالظبط كده يا سيف. بس انا هو عايز اجي طبعا الورم هو الارقام بتاعته اكبر، يعني اكبر من 4 دي بتوصل ل 20 تقريبا حاجه كده. حلو جدا يا سيف، يعني بالظبط بقى زي ما انت قلت كده، الورم جير بيبقى فيه سبيد ريشيو اكبر بكتير قوي من اي ترس تاني، وده يمكن الاستخدام الاساسي بتاعه. لكن دايما احنا عندنا لاي ابلكيشن ايا كان بعمل ريدكشن للسرعه او بزود بعلي السرعه، دايما هيكون عندي اليو دي اكبر من الايه، اكبر من الواحد. طب بحسبها ازاي بقى يا سيف؟ هي بتبقى ال RPM بتاع ال pinion على ال RPM بتاع الجير، أو بتبقى من ال diameter ratio بتاع الجير على ال diameter ratio بتاع أو يا يعني diameter بتاع الجير على diameter بتاع ال pinion، أو بتبقى التروس بتاعة الجير على التروس بتاعة ال pinion عدد تمام. المدن. او في قانون رابع ممكن نستعين بيه برضو، هو في واحد كمان مثالي ليه علاقة بالتورك. صح؟ جدع، صح. يبقى انا كده عندي كام طريقة ان انا احسب بيها اليو، من السرعات، من الديامترز،
من عدد السنان من التورك اللي على كل جير. طب نسأل برضو هنا سؤال ولسه انت معايا سيف، انا هل في طريقة تعرفني مين اللي فوق ومين اللي تحت، البنيون ولا الجير؟ صراحة مش فاكر، دي أبسط حاجة. ماشي يا سيف، بص هو يعني تمام لحد ما أنت كنت قلت، بس إحنا قلنا إن اليو دايما أكبر من الواحد مش كده؟ يبقى دايما في البسط هيبقى الرقم الكبير من أي حاجة، والمقام هيبقى الرقم الصغير، فهتلاقي إن أنت مثلا في عدد يعني في السرعات، نيجي للسرعات الأول، سرعة البنيون بما إن هو درايفر غالبا إن أنا بعمل ريدكشن للسرعة، فسرعة البنيون هي اللي بتبقى كبيرة والجير هي اللي بتبقى قليلة، وعلشان كده هتبقى البنيون هي اللي في البسط والجير هي اللي في المقام. طب تعالى للديامتر، هتلاقي الديامتر بتاع الجير هو اللي فوق لأن هو الأكبر، فيطلع لك اليو دي أكبر من الواحد. طب عدد السنان، برضه عدد سنان الجير هيبقى أكبر من عدد سنان البنيون، فهتلاقيها في البسط. طب نيجي بقى للتورك، مين التورك الأكبر؟ التورك بتاع الجير هو الأكبر، والتورك بتاع البنيون هيكون ايه؟ اقل، فبالتالي التورك بتاع الجير هيبقى في البسط والبنيون هيبقى ايه؟ في المقام. ماشي يا جماعه؟ طب نيجي بقى للحته دي سريعا كده نتكلم عنها. هو هنا حط لك ريليشن ما بين كذا حاجه، حاجه اسمها السنتر ديستانس والموديول وعدد السنان بتاع البنيون والجير. طب انا بستفيد ايه بقى بالريليشن دي؟ الريليشن دي مهمه جدا لان هي بتساعدك تطلع بارامترز كتيره قوي بعد كده. طب بيجيبها لك ازاي؟ الطريقة ازاي؟ الطريقة ان هو هيقول لك السنتر ديستانس بكذا. طب انت عرفت السنتر ديستانس، يبقى انت كده عرفت الار بتاعت الجير زائد الار بتاعت البنيون، لو جمعت الاتنين دول على بعض هتطلع السي. طب الار بتاعت الجير بتساوي ايه؟ ما انت عارف ان الدايمتر بيساوي ام زد، زد جير طبعا، يبقى ام زد على الاتنين ده هيطلع الار جير، وام زد بنيون على الاثنين هيطلع الار بنيون. من هنا جت المعادله دي، اخد الاثنين كومن فاكتور وقال لك ام زد بنيون زائد ام زد جير على الاثنين، كل ده على الاثنين، يبقى انت كده طلعت الايه؟ السنتر ديستانس. هو مدي لك السنتر ديستانس غالبا في السؤال، لو هو عايزك تستخدم الريليشن دي مدي لك السي في السؤال. طب اقدر ان انا اطلع ايه بقى بمعلومه السي دي؟ تقدر ان انت تطلع عدد السنان زد بنيون وزد جير لو انت عارف اليو، هيدي لك معاها اليو، فاليو هتبقى زد جير على زد بنيون، يبقى انت كده معاك معادلة، المعادلة التانية تروح واخدها من معادلة السي. طب الموديول، الموديول هيبقى جيفن او هيديهولك، تقدر انت تختاره برقم ستاندرد على حسب المسألة، يبقى انت كده تقدر تطلع ايه؟ عدد السنان. دي مثلا مثال ازاي تقدر تحل تستفاد من المعادله دي. في كذا على فكره طريقه ممكن تطلع بيها النونز من المعادله دي، ممكن مثلا تطلع الموديول هو الانون وتطلعه من المعادله دي، ممكن تطلع الدايمتر بتاع الايه اي جير من التو جيرز وهكذا. فده بالنسبه للسلايد دي. طب نيجي بقى للكلام المهم، كل نوع جير من الأربع أنواع اللي احنا اتكلمنا عليهم للفورسز بتاعته، يعني بيأثر على الشافت بفورسز معينة وبيأثر بدايركشنز معينة. يبقى أنا كده عايز أعرف دلوقتي معاكم كل جير بيعمل كام كومبوننت فورس، وكام والكومبوننت فورسز دي بتأثر في أي اتجاه. طب قبل ما نتكلم أصلا في الحتة دي، هو الفورس دي جت منين؟ انت اي ترس لما يعشق مع الترس التاني بيحصل فيه ايه؟ بيبدا ان الترس يلف عشان يلفف الترس التاني. طب يعني الحركه دي بتتم من خلال ايه؟ بتتم ان في امباكت ما بين ترس وترس تاني، فيبدا واحد سنته تزق سنه الترس التاني. نتيجه الامباكت ده او نتيجه الزقه دي بيحصل فيه فورس على السنه. الفورس دي لو انا رسمت لك السنه كده، وطبعا السنه واخده شكل الانفوليوت كيرف، ففي فورس هنا كده نورمال على الانفوليوت كيرف، وادي دي السنه الايه
التانية. فده الدرايف يعني مثلا ده الايه، ده الدرايفر وده الدريفن. فالدرايفر بدأ يأثر على الدريفن بفورس عمودي على الانفليوت كيرف. حصل ايه بقى للدريفن ده؟ ده انه في حاله كده غالباً لا، أثر بفورس رياكشن عكس اتجاه دي وبنفس الفاليو على الدرايفر. فانا هاخد بقى كل جير من الجيرز دي وامسك الفورس دي واشوفها هتعمل كام كومبوننت، واشوفها هتعمل كام كومبوننت. فهو السؤال دلوقتي للسبير جير الاول، نبدأ بالسبير جير. السبير جير بيبقى عنده كام كومبوننت كفورس؟ محمد أسامة، طب محمود طارق، محمد حامد، هو انا مش فاكر قوي يا دكتور باشمهندس، بس هي غالبا اتنين. اتنين، هما فعلا اتنين. طب ايه هما يا محمد؟ واحده اكسيال ايه والتانيه تانجنشال تقريبا. التانجنشال صح، التانيه مش احنا فاكرها. بنتكلم على سبير، السبير جير، احنا بنتكلم على سبير جير ففي تانجنشال. التانيه ايه بقى اسمها ايه؟ ما التانيه دي انا مش فاكرها للاسف، مش فاكر اسمها. طب فكر بس كده واحده واحده. طب خلينا طب في التنجنشال يا محمد، انا بعرف اتجاه التنجنشال فورس ازاي؟ يعني مثلا في المثال اللي هو رسمه لنا على اليمين ده، البي تي او الاف تي اللي موجوده هنا اللي هي التنجنشال فورس، بعرف اتجاهها منين بالنسبه لكل جير؟ من الاتجاه الحركه بتاعت الترس نفسه. صح. طب ازاي بقى؟ يعني لو الترس ده بيلف مثلا كلوك وايز او بيلف كاونتر كلوك وايز، اقدر اعرف من المعلومه دي اتجاه البي تي او الاف تي؟ على حسب هو بيلف منين اعرف البي تي عندي في اي اتجاه. طب لو هو مثلا بيلف لنا دلوقتي في الاتجاه ده اللي هو كاونتر كلوك وايز، ايه اللي بيخلي البي تي دي تلف عكس؟ الفريكشن اللي جاي عليها من الناحية التانية مش بالظبط يا محمد. طب حد عارف يا جماعة؟ بعرف اتجاهات الفورسز بتاعت السبير جير منين؟ الناس نامت. بتبقى بال pressure angle، فاتجاه الفورس بيبقى along the pressure angle، وبعد كده بحللها لراديال وتانجنشال. تمام، بس برضو انت كلامك صح يا حنين، ولكن انا عايز بقى اجي للحته المهمه. انا فعلا حللت الفورس دي بالبريشر انجل لتانجنشال وراديال، بس الاتجاهات دي جت كده حسب الجير درايفر او دريفن. لو هو درايفر الفورس هتبقى في نفس اتجاه الدوران، لو هو دريفن الفورس هتبقى عكس اتجاه الدوران. هو العكس يا حنين، بس تمام كويس. يعني انت كويس ان انت وصلتي للطريقه يعني على خير الحمد لله في وسط الصحراء اللي هنا فيها. يعني دلوقتي الدرايفر لو هو بيلف في الاتجاه اللي هنا كنا رسمينه الكاونتر كلوك وايز، البي تي هتبقى بتلف عكس الاتجاه ده، اما الدريفن مع الايه مع في نفس الاتجاه. طب ليه الدرايفر عكس والدريفن مع؟ لان الدرايفر هو اللي بيزق، فبيلاقي حاجه اسمها ريزيستنج ايه، ريزيستنج تورك، لان هو بيزق حاجه والحاجه دي عايزه هي كانت ثابته فبتقاومه فبتعمل ريزيستنج تورك على الدرايفر. لكن الدريفن بيتلف
بتورك معين فبيجي له درايفنج تورك، فبما ان الدرايفر عليه ريزيستنج فالتورك بتاعه عكس اتجاه الدوران، الدرايفنج اللي بيبقى على الدريفن في نفس الاتجاه، فعشان كده البي تي في نفس اتجاه الدوران. بحسب ازاي الريزيستنج والدرايفنج، بعوض بس بالديامتر بتاع البنيون او الديامتر بتاع الجير، بقدر ان انا اطلع الريزيستنج تورك او اقدر اطلع لايه الدرايفنج تورك. فده كلام سليم. طب الهيليكال جير في كام فورس واعرف الاتجاهات بتاعتهم منين؟ ايوه يوسف اتفضل. هو زي السبير جير في الفورسز بس بيزيد عليه اكسيال كومبوننت بحكم السنه مايله. صح جدا، حلو. يبقى هو في 3 كومبوننت للفورس، اعرف اتجاهاتهم منين يا يوسف؟ تقدر تجاوبني؟ هو الاكسيال اعتقد بيبقى عامل كومبريسيف لود على الشافت. تمام. طب انا بعرف هو يعني مثلا بص في الامثله اللي قدامنا دي، بعرف الاكسيال ده يمين ولا شمال ازاي، بيعمل كومبريسيف ولا بيعمل تنشن ازاي؟ من زاويه ميل السنين، وده درايفر ولا دريفن؟ جدع يا يوسف، الله عليك. طب نوضح بقى هنا الحته دي. بصوا يا جماعه، دلوقتي لو انا مثلا مسكت الترس ده، الترس دوت كاتب لي ان هو درايفر ومديلي اتجاه الدوران بتاعه، مش كده؟ طب بما ان هو درايفر، التورك اللي عليه هيبقى عكس اتجاه الدوران. السنه اللي موجوده دي هاند رايت هاند ولا ليفت هاند؟ بحاول امسك بايدي السنتر بتاع الجير، ادي ايدي اهي، ماشي. من كتر الشغل بقى صباعي في نفس الاتجاه بتاع ايه، بتاع ميل السنه. يبقى معنى كده ان الترس دوت رايت هاند والليفت هاند رايت هاند، لان دي ايدي اليمين. لو جربت بايدي الشمال امسك السنتر بتاع الجير واشوف اتجاه صباعي الابهام هيبقى مع السنه ولا لا، هلاقيه مش ظابط. فده كده انا عرفت اتجاه ميل السنه، او عرفت هي رايت هاند ولا ليفت هاند. طب ابدا بقى ان انا احط على السنه دي الفورس النورمال العمودي اللي هي هنبدا ان هنا نحللها. حطيتها ليه في الاتجاه ده؟ لان هي هتبقى عكس اتجاه الدوران بتاع الترس. اقدر ان انا احللها اهي، الكومبوننت الاولانيه دي الاكسيال اللي هو كان حاططها، الكومبوننت الثانيه اللي هي التانجنشال بالطريقه دي، والراديال ايه لجوه السلايد. فدي الطريقه اللي انا اجيب بيها الفورسز. طب لو هي بقى مثلا دريفن، تعالى كده في اللي بعديه على طول، لو هي دريفن هيبقى الفورس مع اتجاه الدوران، يعني الفورس هتبقى كده على السنه. هتتحلل ازاي؟ هتتحلل لكده وتتحلل لكده، ومن هنا جت الايه الاتجاهات اللي مرسوم. نفس الكلام برضو لو انت بصيت هنا على الرسمه دي، حطيت لك بقى هنا كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز، الكلوك وايز بالازرق والكاونتر بالبرتقاني. لو كاونتر كلوك وايز فالترس ده هيلف لفوق، فالسنه بتاعته هتخبط في سنه تانية فوقيه، فهيحصل اف نورمال بالمنظر ده. هحللها الاف نورمال دي، ادي الاكسيال وادي التانجنشال والراديال جوه الورقه. طب لو بيلف كلوك وايز يبقى معنى كده ان اتجاه الدوران لتحت، السنه دي هتخبط في سنه تحتيها، فهتعمل الفورس هتبقى في الاتجاه ده نتيجه الخبطه. هنحلل الفورس دي برضو لايه؟ للتو كومبوننتس، الثرست والايه والتانجنشال فورس. طب انا هنا عايز اسال سؤال بقى، ويا ريت حد يرفع ايده ويجاوبني غير الناس اللي عماله تجاوب كل شويه دي، عشان الناس اللي ما جاوبتش هي المفروض هي المحتاجه ان هي تجاوب. احنا هنا في الترس ده هو كاتب لك كده تايتل اسمه الهيليكال جير، ورسم لك هنا كده شكل سنه، ورسم لك هنا شكل سنه تانية. عايزين نعرف ايه الفرق ما بين السنتين دول، دي عن دي تفرق ايه؟ ازاي الترس يبقى فيه سنتين في نفس الوقت عند نفس المنطقه؟
طب يعني واضح ان مش عارف انتوا عارفين المعلومة دي ولا لا، بس يعني نقولها بسرعة كده. طبعا في سنة، السنة العادية اللي انا هشوفها من الجير لو انا ببصص عليه من اي فيو، اللي هي السنة رقم 1. السنة رقم 2 دي لو اخدت مستوى بلين عمودي على شكل السنة، أو عمودي على السنة، فدي النورمال بلين. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ رقم 1 دي المديول العادي بتاع الهيليكال جير، 2 دي بتطلع لي حاجة اسمها النورمال مديول بتاع الجير، وده اللي انا بستخدمه عشان اعرف اصنع الترس. بجيب كتر، المديول بتاع الكتر نفس النورمال مديول بتاع الترس ده، ماشي؟ ف ده الفرق ما بين السنتين اللي انت شايفهم. لو انا بقى جيت سألت مثلا كولولوس، طب حامد، لا يا حضرتك باشمهندس. ايوه حامد، دلوقتي البيفل جيرز بيبقى عليها اكسيال فورس وعليها تانجنشال وراديال، ولكن خلينا في الاكسيال. الاكسيال اللي على البيفل جير سواء البنيون او الجير هتبقى اتجاهها ازاي؟ هتبقى ماشية مع السنة نفسها بتاعة الترس؟ يعني الأكسيال، بص هو الأكسيال في اتجاه محور الشافت، يعني لإما كده لإما كده، دي هي الأكسيال فورس، وأدي الشافت أهو، فهي في اتجاه الأكسيس بتاع الشافت أو الجير، عشان كده اسمها أكسيال. فهي بقى يمين ولا شمال؟ يمين في الناحية اللي بص عليها ما انا مش عارف الجير. ليه الناس كلها بتقول المعلومة دي. طب بص يا محمد، هي هتبقى شمال، هي هتبقى شمال يا جماعة، حد عارف ليه شمال؟ ايوه احمد اتفضل. وانا كنت اقول ان هي في اتجاه الضلع الكبير يا باشمهندس. جدع يا احمد، فعلا هي في اتجاه الضلع الكبير، او مش الضلع الكبير بقى، الدايمتر الكبير بتاع الكون. لان مثلا انت عندك عندك اي بيفل جير بيبقى واخد شكل كون كده، ففين الدايمتر الكبير بتاع الكون؟ هو اللي ورا ده، فالفورس الاكسيال رايحه ناحيه الدايمتر ده. تمام يا احمد، الله ينور. طب انا مش هطول اكتر من كده في الهيليكال جيرز، تعال نروح والبيفل يعني جيرز بصفه عامه كده، خلاص خلصت. تعال بقى نروح للفي بيلت. لحظة واحدة كده يا شباب،
طب نكمل يا شباب. الفكرة في الـ V-Belt بقى إيه؟ فكرة بسيطة جدا والحسابات بتاعتها بسيطة جدا، هي كلها رايحة على حتة الرسمة اللي قدامك دي، إزاي أعرف السير يبقى يتركب منه كام واحد بس. يبقى أنت عندك تو بوليز، التو بوليز دول واحدة فيهم درايفر والتانية دريفن، وعايز تعرف كام سير يتركب عشان ينقل الباور اللي انت عايزه. يعني انت مثلا لو عايز تنقل الباور ب 10 هورس باور مثلا او 10 كيلو وات، وعرفت بطريقة ما ان السير الواحد بيقدر يستحمل لحد 5 هورس باور، طب تستخدم كام سير كده في الحالة دي؟ تستخدم 2 سير. ماشي؟ زي بالظبط على فكرة لما كنت في البيرنج بيبقى عندك الكباسيتي عالية قوي، فكنت تعمل ايه؟ كنت تحط كذا بلية، صح كده؟ فانت بتعمل حاجة شبيهة بده، يبقى عدد السيور في الكيس دي بيساوي الهورس باور توتال على الهورس باور بير بيلت. المعادلة سهلة وبسيطة اهي، مفيهاش حاجة. ولكن هنا بنيجي مثلا يعني زي ما انت شايف في القانون اللي تحت خالص على الشمال ده، ببدأ ان انا احط شوية فاكتورز زيادة في اعتباري علشان الظروف اللي بيشتغل فيها البلت ده. زي ايه مثلا؟ دلوقتي البلت ده لو انا بستخدمه في حاجة فيها شوكس عالية، يعني ايه فيها شوكس عالية؟ يعني فيها امباكت جامد، فيها مثلا كراشنج، يعني مثلا الكسرات اللي بتبقى بتكسر الحجارة او بتكسر الويستس، السوليد ويستس بصفة عامة ايا كانت، بدخل السوليد ويستس دي في كسارة كده وبيبدأ ان هي تلف عشان تكسر الكلام ده. فالكلام ده كله بيعمل شوكس مستمرة على المكنة، والشوكس دي بتسمع في البلت. طب الكيس دي هستخدم نفس عدد السيور اللي احنا كنا حاسبينه من شوية اللي هو 2؟ اكيد لا طبعا، مش منطقي. فانا هعمل ايه ساعتها؟ هروح على الجدول اللي فوق دوت اللي هو بيقول لك السيرفيس فاكتور، وحاطط لك هيفي شوكس بواحد ونص، يبقى هتاخد الفاكتور ده بواحد ونص. طب افرض انت، لحظة يا جماعة، نكمل يا جماعة معلش. فكنا بنقول دلوقتي لو حاجة فيها شوكس عالية فأنا هروح إيه لسيرفيس فاكتور بواحد ونص، لو في سادن شوكس زي الكرينز هاخد السيفتي فاكتور باتنين، أو السيرفيس فاكتور قصدي باتنين. يعني معنى كده إن أنا لو كنت في الأبليكيشن ده محتاج سيرين، أنا هاخد 4 سيور، هستخدم 4 بيلتس عشان أقدر إن أنا أوصل نفس الباور اللي أنا إيه اللي أنا كنت بوصله من غير ما يبقى عندي sudden shocks. يبقى انت السيرفيس فاكتور او conditions اللي بيشتغل فيها البلت ده بتحدد لك
السير دوت هيبقى مناسب ولا لأ؟ لو مش مناسب هتحتاج ان انت تكتر من عدد السيور اللي انت هتستخدمه. طب ايه تاني بقى من الفاكتورز اللي موجودة في القانون؟ حاجة اسمها كي سيتا. ايه الكي سيتا دي؟ الكي سيتا دي باختصار فاكتور بيعتمد على الانجل اوف كونتاكت ما بين البلت وما بين البولي، اللي هنا بنسميها زاوية تحضين السير على الطارة اللي هي البولي. طب ايه هي برضو زاوية التحضين دي؟ لو انت مثلا بصيت في الرسمة اللي فوق على اليمين دي هتلاقي ان السمول بولي ادي الزاوية بتاعت الكونتاكت اللي هنا بنتكلم عليها اهي. عرفتها منين؟ دي الانجل اللي فيه تلامس ما بين البلت وما بين البولي الصغيرة، في تلامس ما بينهم في الانجل دي. طب بالنسبة للبولي الكبيرة لا، هتلاقي ان الزاوية اكبر، هتلاقي ان ادي الزاوية اهي. مجموع الاتنين 360 درجة، يعني مجموع الاتنين هيدي لك 360. البولي الكبيرة طبعا الكونتاكت بيبقى عليها اكبر من الكونتاكت الصغير بتاع اللي بيحصل على الصغيرة. طب ليه بقى الزاوية دي مهمة بالنسبة لي؟ لان كل ما الزاوية دي بتبقى صغيرة كل ما بيحصل بيندنج اكتر للسير دوت عند البولي الصغيرة، كل ما بيبقى السير مدني اكتر. فعشان كده هتلاقي في الجدول بتاع الكونتاكت انجل فاكتور اللي هي الكي سيتا، لما كان السيتا ب80 او 60 بقى كمان، دي اصغر سيتا موجودة في الجدول، كانت كان الفاكتور ب 0.3. 0.3 ده معناها ايه؟ معناها ان انت تقريبا هتضرب في 3 عدد السيور، تقريبا يعني هتضرب في 3 عدد السيور، يعني هتحتاج 3 اضعاف عدد السيور اللي انت محتاجه في المثال ده. مثلا لو كنا محتاجين 2 لا انت هتجيب 6. طب تعال بقى شوف كده، كل ما بنطلع بسيتا اكبر كل ما الدنيا بتبقى افضل لحد ما تروح لزاوية 180، اكبر فاكتور ب 1.1. يعني بيقول لك كمان ان انت هتحتاج عدد سيور اقل، يعني بدل الاتنين دي هيبقى 1.8 مثلا. طب ده يعني ليه؟ ايه ده؟ ده انا ازاي كمان عدد السيور بتاعي قل؟ قال لك لان الكونتاكت ده بقى لما بقى كبير قوي كده، لما الزاويه تبقى 180 هيبقى في كونتاكت اكبر على التو بوليز، فممكن الكونتاكت ده يوفر لك فريكشن احسن، يخلي الافشنسي بتاعت البيلت او يخليه يقدر ينقل لك البار بشكل افضل. فده كده فاكتور تاني. في فاكتور تالت برضو هتبقوا تاخدوه على حسب الدايمتر بتاع البولي الصغيرة بكام، لان لو الدايمتر ده اصغر من قيمة معينة برضو السير هيبقى متعرض لبندنج كبير، فانا مش عايز الكيس دي. فهتلاقي دايما كده في جداول بتقولك ان كل سير اقل بولي تركب عليه كدايمتر بكذا، فانت بقى تقدر ان انت تجيب اللي هو اقل دايمتر للبولي وتشوف البولي بتاع الدايمتر البولي الصغيرة اللي عندك في الديزاين بتاعك، تقسم دي على دي تقدر تطلع الفاكتور ده. لو الفاكتور ده برضو هيكون قليل يبقى انت كده هتحتاج ان انت تكتر في عدد السيول. ده كده باختصار كانت حسابات الفي بيلت. بنزود بقى هنا حتة في اللاب كده عن السكشن لها علاقة بالسنترفيوجال فورس اللي بيتعرض ليها البلت ده نتيجة دورانه بسرعات عالية. طبعا نتيجة السرعة العالية بتاعت الايه الدوران، في فورس سنترفيوال فورس بتأثر على السير ده، بتبقى عايزة تطرده لبره كده عكس طبعا اتجاه الفورس اللي موجودة في السير. طب هي الفورس اصلا الموجودة في السير دي شكلها عامل ازاي؟ تعالى تاني للرسمة اللي فوق دي. الرسمة دي فيها ايه؟ فيها اف واحد واف اتنين. F1 دي فرع من البلت والF2 في الفرع التاني. أنا بحطهم بمزاجي؟ لا مش بحطهم بمزاجي، لازم يبقى في حاجة تقول لي فين الF1 والF2، لأن هنا دايما بنفرض إن الF1 هي الأكبر والF2 هي الأصغر. فبعرف منين؟ لو أنا عرفت اتجاه دوران البولي الصغيرة دي هقدر أعرف فين الF1 والF2 بس كده. طب إزاي الكلام ده؟ معلش يا شباب دقيقة بس كده، لحظة واحدة وحاجة.
طب يا شباب نكمل. فأنا كنا بنقول إيه دلوقتي؟ كنا بنقول إن أنا عايز أعرف فين الفرع اللي فيه في F1 وفين الفرع اللي فيه F2 من البيض. أقدر أعرف ده إزاي؟ أقدر أعرف ده بمعلومية اتجاه الدوران. لو البولي دي بتلف كلوك وايز أقدر إن أنا أعرف الـ F1 أو الـ F2 هتبقى في أنهي اتجاه. هو حاطط لي هنا إن اتجاه كلوك وايز. طب نشوف بقى هنعرف إن المعلومة دي الـ F1 و F2 إزاي. ادي البولي الصغيرة وادي اتجاه دورانها وادي الفرعين بتوع السير. احنا عارفين ان في فرع فيه F1 وفي فرع فيه F2، ولكن مش متأكد هل هي كده صح ولا العكس. طب لو دي الدرايفر، وهو قايل لنا كده في السؤال اللي فات بالمناسبة، فالمفروض الدرايفر يبقى عليه تورك عكس اتجاه الدوران بتاعه، يبقى اتجاه التورك كده. طب التورك ده اصلا كان بيتحسب ازاي؟ كان تي بتساوي F1 ماينس ال F2 على سوري في الريديوس بتاع البولي. يبقى كده تاني ال F1 ماينس ال F2 في الريديوس بتاع البولي تقدر تجيب التورك. طب التورك ده هو بما ان هو كاونتر كلوك وايز كده، يبقى اكيد ال F1 هي الاكبر، وما دام هي الاف واحد هي الاكبر يبقى انا فرضي صح. لو انت كان التورك معكوس الناحيه الثانيه كان كده اف 2 هي الاكبر، فكنت هتحتاج ان انت تعكس الايه المسميات. ده كده ازاي تقدر تعرف الفورسز. طب الفورسز بقى اللي هي اف 1 واف 2، لا ده في فورس اصلا ثانيه سنتر فيوجر فورس عكسهم، فدي برضو ببدا ان انا اخدها في اعتباري وانا شغال في حسابات البيلد. لحد كده الدنيا تمام. نبدأ بقى نشوف الكلام دوت هنطبق عليه ازاي. قبل ما اروح للانفنتور هتكلم بقى على الاساينمنت بالمناسبة كده، عشان يعني ما عادش هغير من الشير سكرين كتير. فالاساينمنت عبارة عن سؤالين، ركز بقى معايا كده في الحاجات اللي هتبقى مطلوبة منك في الاساينمنت عشان تقدر ان انت تجاوب فيها او تقدر ان انت تعمل اساينمنت مظبوط. الاساينمنت عبارة عن سؤالين زي ما قلت. السؤال الأولاني عايزك تعمل ديزاين للسبير جير سنجل ستيج يونت اللي هو حاططها لك في الصورة اللي تحت. فأنت الخطوات اللي أنت هتمشي عليها هتبقى كالتالي. أول حاجة طبعا هتعمل الجيرز دي كثري دي بارت، وبعد كده بعد ما تعملها كثري دي تبدأ تعمل عليها الحسابات بتاعتها والأناليسيس بتاعتها، ماشي، عشان تتأكد إن هي هتبقى سيف ولا لأ. طب المطلوب التاني، هل ينفع ان انا اسيب الجيرز طايره في الهواء كده؟ اكيد طبعا لا، فلازم ان انا اعمل موديل 3 دي موديل للشوفت اللي انا هركب عليه الجيرز دي. هل محتاج اعمل حسابات؟ لا مش محتاج تعمل حسابات. طب الشوفت اللي انا هعمله بقى ك3 دي ده محتاج ان انا ابقى عارف ابعاد، هفرض كل الابعاد بتاعته، ولكن الدايمتر مش هفرضه بمزاجي. الدايمتر ممكن افرضه بس بناء على نفس الكونسبت اللي احنا اخدناه قبل كده بتاع الريد دايمتر. طب كنا بنجيب الريد دايمتر ده ازاي سريعا كده؟ تاو ايكوال 16 تي على باي دي كيوب. من المعادله دي انا عارف التورك واقدر اجيبه بكذا طريقه. عايز اطلع الدايمتر من المعادلة دي، والتاو هساويها بالتاو الاوبل. طب والتاو الاوبل بتساوي ايه؟ بتساوي سيجما ان سيجما ييلد على 2 ان. هتفرض ماتيريال وتفرض سيفتي فاكتور، هتطلع تاو الاوبل تعوض بيها في المعادلة دي تقدر تجيب الدايمتر. الدايمتر اللي انت هتطلعه ده بنسميه الريد دايمتر. ده رف استيميشن كده عشان تقدر تحسب الدايمتر بتاع الشافت بشكل يعني مبدئي. طب المينيمم شافت دايمتر بقى اللي انت هترسمه هيبقى الريد دايمتر في 2 او في 3 او على حسب انت هتضرب في كام. شوف انت يعني بالنسبه لك كديزاينر تضرب في ريشيو كام. طبعا هتوضح لي انت كل الكلام ده في الريبورت. يبقى ده كده انت حسبت الايه المينيمم شافت دايمتر دي مينيمم اللي انت هترسم بيها الشافت ده.
ده كده الخطوة التانية. طب الخطوة التالتة تبدأ بقى تعمل constrain أو assembly للشفت مع الايه؟ مع الجير. وهو ده الهدف الأساسي بتاعنا. بس تراعي كذا حاجة. أول حاجة منهم إن ما ينفعش شفت وجير يركبوا مع بعض إلا لو في ما بينهم ايه؟ كي. فلازم تحط هنا الكي. حسبت الكي مش مهمة، بس على الأقل تحط ايه؟ تحط الكي. طب ايه تاني محتاج تراعيه؟ محتاج تراعي الفيكسيشن اكسيال بوزيشن بتاع الجير. يعني ادي مثلا الجير اهو، وادي الشافت معدي فيه. هل الجير ده كده متثبت على الشافت لو انا سبته بالمنظر ده وعملت كونسترين ليه؟ اكيد طبعا لا. فهحتاج ان انا ابدا ان انا اثبت الجير مع الشافت. بان انا اعمل ايه بقى؟ ممكن ان انا اكبر الدايمتر بتاع الشافت ده من هنا، يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت كتف. وباقي مثلا من الناحية دي احط سبيسر مثلا. طب انا لو حطيت سبيسر هل ده كافي بالنسبة لي؟ لا، لان السبيسر دي انا ممكن اشيلها بسهولة واشيل بعدها الجير. يعني هي مش عملت فيكسيشن لسه. يبقى انا هنا محتاج ان انا احط كمان بيرنج مثلا، والبيرنج ده ممكن بعد كده اقفل عليه بصامولة. يبقى انا كده فعلا ضمنت ان الجير دوت مش هيتحرك شمال. ماشي. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نعمل اكسيال بوزيشننج لمين؟ للجير دوت. طب هل محتاج من الناحيه الثانيه احط بيرنج برضو؟ لا مش محتاج، لان انت لو ثبتت بكتف مثلا من هنا فخلاص مش محتاج ان انت تحط البيرنج. طب حطيتها مفيش مشكله ما تخسرش. طب البليه اللي انت هتختارها شكلها ايه؟ نوعها ايه؟ براحتك، حط اي بلية انت عايزها مش هتفرق معانا. اهم حاجة بس توضح ان هي بتشارك ازاي في عملية الفيكسيشن. يبقى انا كده الخطوة اللي بعدها ايه؟ فيكسيشن. طب خطوة رقم ثلاثة اللي تراعيها برضو انت بتجمع الماشينينج كونسيدريشنز، لو انت هتعمل فيتس او اندر كاتس او شامفرز او كل الكلام ده. فليتس اندر كاتس شامفرز لازم تبان هنا. ده كده كان بالنسبه للسؤال الاولاني. وخلي بالك انت هتعمل الكلام ده للانبوت شافت والاوتبوت شافت، مش معقول هتعمله لواحد بس وتسيب التاني من غير ايه؟ من غير شافت. طب الكيس اللي بعدها او المساله اللي بعدها نفس الكلام، ولكن المطالب هنا اكتر شويه. المطلوب الاولاني ان انت هتبدا تعمل جنريشن للجيرز وتعمل الحسابات بتاعتها، فده احنا قلناه وهنشوفه مع بعض كمان شويه. المطلوب الثاني الانبوت والاوتبوت شافت، عايزك تعمل لهم اسمبلي. وما دام هنا اتكلم بقى عن الانبوت والاوتبوت شافت، مش كفايه ان انت تطلع المينيمم شافت دايامتر وترسم منه شافت 3 دي، ده مش كفايه. محتاج ان انت تبدا ان انت تعمل اناليسز للشافت ده على الانفنتور زي ما احنا اخدنا قبل كده. فهتعمل ايه؟ انت هتمشي على نفس السيكونس ده وتطلع الدايمتر مينيمم. لو انت عندك مثلا ستيب او حاجه هتكبر الدايمتر عند الستيب دي 5 مللي مثلا ماكسيمم، ما يزيدش عن كده. طب بعد كده ابدا بقى اعمل حساباتك وطلع الايديال دايمتر زي ما احنا اتعلمنا المره اللي فاتت واللي قبليها. طلع المينيمم الايديال دايمتر للمساله دي. بعد ما تطلع الايديال دايمتر هتبقى عارف كويس قوي الدايمتر المناسب للشافت ده بناء على اللودز اللي انت حاططها عليه. تقرر ان الايديال دايمتر بالدايمتر المينيمم، وتشوف لو الدايمتر الايديال اقل من الدايمتر المينيمم بكتير قوي يبقى انت كده اوفر ديزاين قوي، محتاج ان انت تنزل بالدايمتر المينيمم بتاعك. طب لو الايديال دايمتر اكبر بكتير قوي يبقى انت كده عندك فيلير، يبقى انت اصلا كده الشفت بتاعك ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له فيلير. طب لو قريبين من بعض، لو قريبين من بعض بس الدايمتر المينيمم اعلى شويه يبقى انت كده سيف، لو اقل يبقى انت كده في مشكله ومحتاج ان انت تظبط الدنيا تاني، تخلي الدايمتر المينيمم ده اكبر من الايه؟ من الايديال.
فالحسابات دي بقى هتعملها في السؤال الثاني، مش هتعملها في السؤال الاولاني، وهتعملها في السؤال الثاني للانبوت والاوتبوت شافت. وخلي بالك وانت بقى شغال على الحسابات بتاعتك كريت دايمتر، هتفرض مره التورك بقيمه اللي هو اللي على الانبوت شافت، ومره هتفرضه بالقيمه اللي هي على الاوتبوت شافت. طب مطلوب 3 بقى أجله وخش في مطلوب 4 وانت بتيجي تحل. مطلوب 4 عايزك تعمل construction drawing للجير assembly اللي قدامك دي. طبعا عشان تعمل construction drawing يبقى انت هتحتاج بقى المرة دي ترسم كل حاجة في الجير بوكس اللي قدامك، من الجير بوكس اللي بالاسود للبيرنج في كل الايف على كل الشافتس، للجيرز لطرق الفيكسيشن بتاعت البيرنج. يعني هنا برضو على سبيل المثال لو هنا في بلية والبلية دي راكبة على شافت اهو، طبعا هي لمسة الشافت طبعا مش طايرة كده، وانا عايز اثبتها مثلا من 4 نقط. شوف انت برضو طريقة التثبيت على حسب نوع البلية اللي انت هتختارها، بس هنا هنفرض ان هنا هنثبت من 4 نقط. هتعملها ازاي؟ ممكن مثلا تثبت من على اليمين بسبيسر، ومن على الشمال بنط زي ما احنا كنا اتكلمنا في المسألة الأولانية، ماشي؟ فده تمام. طب الأوتر ريس اللي داخلة في الجير بوكس، الأوتر ريس اللي داخلة في الجير بوكس مش محتاجة تثبيت برضو؟ محتاجة. طب أنا ممكن أعمل التثبيت ده إزاي؟ أعمل كتف في الجير بوكس بالمنظر ده، واروح مدخل كفر من الناحية التانية. الكفر دوت هيبقى ليه وظيفتين، هيمنع او هيحمي البيرنج اللي جوه دوت من التراب وكده، هيخلي عمر البلية اطول، في نفس الوقت هيعمل نقطة سبيد للبلية. يبقى البلية دي كده متثبتة من كام نقطة؟ من 4. تلاحظ برضه حاجة زي ما انت شايف قدامك في الصورة دي، ممكن الكفر يبقى مقفول ما يعديش منه الشافت، وممكن برضو يبقى مفتوح الشافت يعدي منه. فادرس بقى انت الديزاين بتاعك وشوف اني كفر اللي هيسمح بالكلام ده واني كفر اللي ما هيسمحش. بعد ما تعمل construction drawing بقى، روح اعمل working drawing للoutput شافت. خلي بالك الworking drawing للoutput شافت ده هيبان فيه ايه؟ هيبان فيه machining considerations، هيبان فيه لو انت مثلا عامل thread عشان تربط بصامولة، او عامل جروف عشان تحط سناب رينج، كل ده هيبان. فهيبان ايه تاني برضو؟ هيبان التولرانس اللي على الشافت ده، لان انت هنا مدخل الشافت دوت مع كذا حاجة تانية، في هنا سبيسر، وما دام هنا في سبيسر يبقى هنا في فيت، والفيت ده ممكن يبقى كليرانس اتش 7 مثلا على جي 6 مثلا. طب الفيتس ده هيبان في الكونستراكشن ده اكيد. طب وفي الوركينج دروينج؟ لا، هيبان في الايه؟ في الوركينج بقى كتولرانس. احط مثلا الدايمنشن على الشافت اهو، واقول له مثلا الشافت ده فاي 50 جي 6. فالكونستراكشن تاني بنحط عليه الفيتس، والوركينج هنحط عليه الايه؟ التولرانس. فده بالنسبه للحاجات المطلوبه في اللاب اساينمنت الاسبوع ده. ان شاء الله التسليم بتاعه هيبقى اخر الاسبوع اللي هنا فيه. طب نيجي بقى لازاي نعمل الكلام ده على الانفنتور، ازاي اقدر ان انا افتح الانفنتور عشان يعمل لي جير اناليسز. ايوه، هو حضرتك قلت الديدلاين امتى؟ اخر الاسبوع ده. ما ينفعش ناخره شويه؟ الاسبوع ده مليان كوزات وحاجات. طب امتى يا يوسف؟ طب ممكن بس حضرتك تتواصل مثلا مع شادي او حاجه ونشوف الموضوع ده. هو احنا كنا متفقين من اول الترم ان دايما الاساينمنت اول الاسبوع اللي بعده، يعني يوم السبت، وانتوا قدامكم 7 ايام المفروض، فده مده كبيره يعني. بس هتواصل مع شادي. حاضر. او شادي بقى هو اللي هيتواصل معايا، يعني شادي يتواصل معايا يقول لي الميعاد اللي انتوا عايزينه امتى. ماشي ماشي يا يوسف. طب نيجي بقى للانفنتور.
معلش يا باشمهندس، هو اللاب تسليمه بعد 4 أيام على الـ LMS، بعد 7 أيام، فلو كان على حضرتك الـ LMS. على الـ LMS بعد 4 أيام، صح كده؟ فحضرتك ممكن ما بس أنا تعمل لها إيديت؟ هعدله يا محمد، ما أنا هعدله. لا لا لا، سيبك من اللي على الـ LMS ده، أنا لسه هبقى أعدله يعني. تمام هو شكرا. طبعا ليه بعد 4 أيام؟ لأن بتوع ميكاترونكس كانوا خلاص أخدوا الكلام ده، فعشان كده انا كنت حاطه على نفس الميعاد. بس لا، انا هرحلكوا اخر الاسبوع او لحد بقى ما يجد جديد في الموضوع ده. طب بص يا جماعه، دلوقتي انا هروح على نيو، طبعا نفس الكلام اللي احنا كنا متعودين عليه. هفتح اسمبلي، طبعا هيقول لي التمبلت اللي انا هشتغل عليها، اقول له ستاندرد دايمنشنز بالمليمتر، واقول له كرييت، فيفتح لي تمبلت. التمبلت دي الابعاد فيها بالمليمتر. ابدا بقى ان انا افتح منها الديزاين اكسلريتور بتاع الجيرز وبتاع البيلت عشان اطبق على الكلام اللي احنا اخدناه. طب يا شباب، ادي فتحنا الانفنتور. انا هروح على ديزاين زي ما قلت، وهفتح بقى من ديزاين، هروح على السكشن بتاع الباور ترانسميشن. هتلاقي الفي بيلت موجود، هتلاقي السبير جير موجود. خلينا نشوف الاول موضوع الجيرز. هدوس على سبير جير، طب ادي الديزاين اكسلريتور فتح. طب انا هعمل ايه بقى؟ انا هنا مثلا عايز اعرف ايه الحاجات اللي مكتوبه قدامي دي عشان اقدر ان انا اوظفها صح. فانت هتلاقي ان مديلك الديزاين جايد اللي انت هتمشي عليه. ايه هو الديزاين جايد؟ الديزاين جايد ده هو اللي انت عايز البرنامج يحسبه. لو انت عايز البرنامج يحسب لك السنتر ديستانس هتخليه يحسبها لك. لو انت عايز مثلا تحسب له تخليه يحسب الموديول وعدد السنان يحسبها، لو النمبر اوف تيس برضو يقدر يحسبها، على حسب انت عايز ايه هتظبط الديزاين جايد ان هو يحسبه لك. طب بعد كده هتحط الجير ريشيو. ايه هي الجير ريشيو؟ اللي هي اليو، اللي هي السبيد ريشيو. وطبعا عندك الاوبشن ان انت تختار الميشرنج نوعه انترنال او اكسترنال. طب الموديول برضو تقدر تحط هنا الموديول. بعد كده بقى بيتكلمك عن كل جير، الجير الاولاني والجير التاني. تقدر ان انت تختار عدد السنان بتاع كل جير. طبعا بما ان انت حاطط هنا جير ريشيو معينه، فانت بتدخل عدد السنان بتاع الجير الاولاني، وهو على طول بالجير ريشيو اللي انت حاططها بيطلع عدد السنان اللي في الجير التاني. فانت دي دريفن فاليو ما تقدرش ان انت تغير فيها. بعد كده تقدر ان انت تختار الفيس ويتس ويونت كوركشن. دي يعني سيبك منها، سيبها بايه، بزيرو، مش هتفرق معانا. طب انا بس عايز اعمل شافت كده عشان اقدر ان انا اعمل بليسمنت للجير، فهروح على شافت الاول، اعمل بس كده اي شافت.
فادي الشفت اللي انا هستخدمه عشان احط عليه الجير، وادي رحت على السبير جير اهي، وهقول بقى ايه بليسم، هعمل بليسمنت للجير الاولاني اللي هو المفروض الصغير البنيون يعني على سلندريكال فيس، هقول له الفيس ده، والستارت بلين اللي هو الكتف اللي هيسند عليه هخليه مثلا ايه ده. فادي الجير اهو ظبط معايا، واقدر اقول له اوكي. فطلع معايا بالمنظر ده. حد هيجي يقول لي اوبا ده هو طالع اصلا ايه هيليكال، هو طالع هيليكال. طب هنا هل في اوبشن من خلاله خلينا يطلع هيليكال؟ في هنا كده فوق قلنا ما قلناش عليها ان في هيليكال انجل هنا او هيليكس انجل هنا، انا ما دام اديتها قيمه فهو بيبدا ان هو يعمل السنان بنفس الميل بتاعها. لو انا خليتها بزيرو هيعمل سبير جير عادي خالص. والبريشر انجل برضو هنا انت تقدر تختارها ما بين مجموعة ريشيو ارقام يعني في جوه البرنامج، ارقام ستاندرد كلها ما تقدرش تحطها بمزاجك. فده كده بالنسبة للايه لو انت عندك هيليكال جير. طب الكالكوليشنز بقى، طبعا الكالكوليشنز في منتهى البساطة. طبعا الطريقة اللي البرنامج هيحسب لك بيها، لأن موارد إن البرنامج ما يكونش بيستعمل نفس الإيكويشنز اللي هنا بنستخدمها. بعد كده مثلا اخترت الطريقة بتاعت الدن، وهي دي الطريقة اللي هنا بنمشي بيها في اللاب. هيبدأ بقى يسألك على الباور ويسألك على الـ RPM. فهتلاحظ إن هو أنت بتدخل الباور الانبوت والباور الاوتبوت مش طالع زي الانبوت لأن في efficiency، فأنت الـ efficiency برضه بتدخلها مانوال على حسب برضه الافشنسي اللي عندك هتبقى كام في المية. فبناء على الافشنسي بتلاقي ان الباور قل في الاوتبوت، وبتلاقي الار بي ام قلت، مش بقى بالتلاتة مش بالجير ريشيو اللي انت عايزها برضه ممكن، او لا يعني الافشنسي مأثرة في الباور بس مش بتأثر في الار بي ام ماشي. والتورك برضه هو حسبه على طول بقى من الباور والار بي ام اللي موجودين اوريدي جيفن. بعد كده بتدخل الماتيريال بتاعت الجير الاولاني والجير الثاني، وهو بيبدا بناء على الماتيريالز اللي انت مدخلها يطلع كل الفاكتورز دي من يانجس مودولس، من فاتيج ليميت، من كل الحاجات اللي ايه اللي انت شايف. بعد كده عمر الترس اللي انت عايزه يقعد قد ايه، انت مثلا عايز الترس ده يقعد 10 ساعات، يقعد 100 ساعه، وات ايفر. فتقدر ان انت تغير في الكلام ده زي بالظبط ما كنا بنظبط عمر البليون. واقدر اروح بقى على بعد كده فاكتورز، هنا هيطلع لك تيبل كبير جدا في الفاكتورز اللي انت اخدتها في الجيرز بصفه عامه، تقدر ان انت تعدل في الفاكتورز دي زي ما انت عايز. ماشي. طب واحد ممكن يقول لي ده انا شايف معظم الفاكتورز driven values ما اقدرش ان انا اغير فيها. لا، ممكن تروح على user factors وتغير في اي فاكتور انت عايزه لو في حاجة لده. ماشي، نقفل بقى الكلام ده. برضو في هنا حاجة الاكيورسي بتاعت التصنيع، لو انت مثلا الجير مثلا مصنع باكيورسي معينة تقدر تختار الستاندرد اللي انت مصنع بيه، بعد كده تبدأ تختار البريسيجن بتاعت الجيرز طبعا، كل ما زي الاي تي نمبر اللي احنا كنا درسناه في الماشين كونستراكشن، كل اي تي نمبر بيانديكيت اكيورسي او يعني سيرفيس فينش بكواليتي معين. طب انا هقول له كالكوليت على كده. طبعا يهمني في الريزلتس دي ايه، يهمني الفورسز التانجنشال والراديال والاكسيال، الثلاثه فورسز دول اللي انا هاخدهم بعد كده واكمل بيهم مساله الشافت، اللي هو الشافت اللي ايه اللي انا حاطه هنا ده. شفت ده لما اجي احط عليه الفورسز هاخدها من
الفورسز اللي طالعه قدام. طب ايه تاني برضو هنا ممكن احتاجه؟ طبعا النورمال فورس دي اللي احنا حللناها وطلعنا الثلاثه كومبوننتس دول منها، اللينير فيلوسيتي طبعا، او السيركمفرنشال فيلوسيتي بتاعت الجيرز عند نقطه التماس، ومدي لك برضو هنا حاجه اسمها ريزونانس سبيد، دي لو انت هتشتغل دايناميك يعني. بعد كده برضو الجير الاولاني قال لك في حاجه اسمها، ودي بقى اللي انا ببص عليها عشان اعرف الجير سيف ولا لا، يعني انا الفورسز باخدها عشان اعمل بيها شافت ديزاين بعد كده، لكن الجير واحد وجير اتنين في هنا مجموعه فاكتورز، بتاكد ان الفاكتورز دي سيف علشان اقدر ان انا اقول ان الديزاين بتاعي سيف. فاول حاجه اللي هي جير السيفتي من ان يحصل فيه بيتنج، يحصل فيه تنقير. بعد كده في هنا برضو ان السنه تتكسر، التوث بريكج، وعندك برضو هنا ان في سيفتي فاكتور ان كونتاكت، ده طبعا السيفتي فاكتور الجنرال اللي انت بتبقى المفروض ده عايزه، يعني انت لو عايز مثلا سيفتي فاكتور بتلاته فمفروض ان الرقم ده ككالكوليشنز يطلع لك بتلاته عشان تبقى وزن اللي انت محتاجه ريكوايرد يعني. وبعد كده في سيفتي فاكتور من البيندنج اللي بيحصل على السن، ونفس الكلام ده موجود للترسين. طب عايزين نكبر كده الارقام شويه عشان نعرف ازاي ممكن نعالج الايرور اللي بيطلع لنا. برضو ده لسه كده سيف. خلينا نتكبر عمر الترس كمان. طب انا يعني عليت الباور جدا عشان نشوف بس ايه اللي هيأثر معايا. طبعا قال لك ان هيحصل في الترس ده بيتنج، وهيحصل طبعا ان السيفتي فاكتور ان جنرال طبعا بقى ايه، بقى قليل جدا، يعني السيفتي فاكتور ان كونتاكت بقى بقيمه كريتيكال. طب انا اقدر اعالج الايرور ده ازاي؟ اول حاجه طبعا انت تقدر تكبر الدايمترز بتاعت الجير. لو احنا فرضنا ان السبيد ريشيو دي انا ما اقدرش ان انا العب فيها، اقدر ان انا اكتر عدد السنان، فلما اكتر عدد السنان اخليه مثلا ب40 هنا، هتلاقي ان انت قادر دلوقتي تعالج الايرور اللي كان طلع معاك. ليه؟ لان الدايمتر بتاع الجير زاد. طب نرجع نجرب طريقة تانية، رجع دي 30، لو انا كبرت العرض بدل ما هو 60 خليته 80، خليت ده نفس الكلام. عمل تحسن بس يعني مش تحسن كبير، يعني عمل تحسن بس تحسن بسيط، يعني محتاج ان انا اكتر اكتر او ان انا اغير اكتر في البارامترز. طب تعالى نشوف المديول، لو انا غيرت مثلا المديول خليته بدل ما هو 5 خليته 8، اهو حولها انترن عشان المديول كبر. او طب خليه مثلا 6، لما كبرنا المديول طبعا الترس كبر، وبالتالي كبرنا المديول بالنسبة طبعا ايه، وثبتنا عدد السنان، فطبعا الدايمتر بتاعك الترس كبر فبقى سيف ويقدر يستحمل تاني. طب يبقى انت كده عندك ممكن تكبر المديول، ممكن تكبر عدد السنان وبالتالي هتكبر الدايمتر، ممكن تكبر الفيس ويتس وده يمكن تأثيره أقل شوية بالنسبة للإيه للباقي. ده كده كان بالنسبة للجيرز. طب تعالى بقى نشوف الفي بيلت ممكن نعمل فيه ايه. هو كده عمل جنريشن للايه للجيرز.
طبعا انت لو انت واخد بالك هنا هو بيعمل لك الجيرز ستاندرد ولكن من غير اي تفاصيل داخلية. انت محتاج ان انت بقى تفتح الجير دوت على جنب، تعمل هول في النص عشان الشافت ده يعدي منها. ولو ان انت ممكن تقول لي ما هو الشافت اوريدي هو معدي، ولكن لا، هو الشافت معدي بس هو داخل في ماتيريال الجير مش داخل في هول في الجير. فانت محتاج تعمل هول هنا وتعدل بقى زي ما انت عايز على حسب الديزاين بتاعك. طب نروح بقى للفي بيلت بولي. اول حاجة انت بتختارها تختار شكل السير او ابعاد السير. تقدر ان انت هنا مثلا هفتح واختار مثلا سير من اللي قدامي دول. طبعا كل سير حاطط لي البي والاتش. البي والاتش عرض السير وارتفاع السير. فانا لو اخدت مثلا السير ده حاطط لي ان السير ده 6 عرض وارتفاعه 4 اللي هما البي والاتش. طب لو انا بصيت بقى على الكلام اللي جاي بعد كده بيقول لي اعمل بليسمنت للبولي اللي هي شايله السير ده، فانا ممكن اقول له برضو ان هي هتبقى على الشافت ده هنا. هو انا عايز البلين الستارت بلين بالنسبه للبولي، فانا هسلكت الايه البلين ده كان، او خلينا البلين ده كانها سند على الكتف ده مش كده. وهل انا عايز اعمل فليب ولا مش عايز اعمل فليب؟ لا هي كده سند على الكتف بالظبط، فمش عايز اعمل فليب. ماشي. طب ايه تاني؟ بيقول لك الميد بلين اوفسيت. يعني هي دلوقتي بالنسبه للبلين اللي انا اخترته ده لو انا عايزها تبعد عنه مسافه اقدر اختار الاوفسيت دوت. هنا بقدر اختار عدد السيور. بعد كده الداتم لينس، لان طبعا اي سير عندك بيبقى طوله ستاندرد، فانت ما تقدرش ان انت تختار الطول بتاع البلت بمزاجك. انت هتفتح من هنا وتختار الطول المناسب ليك. بتختاره على حسب ايه؟ على حسب طبعا الديزاين والسنتر ديستنس اللي موجوده ما بين البولي دي والبولي دي. طب برضو حد ممكن يقول لي هو البولي دي كده مش راكبه على الشافت اصلا، انا محتاج ان انا اغير فيها. ما احنا لسه دلوقتي هنظبط الحته دي. هروح بقى على بوليز، هقول له على بولي بليسمنت جايد دي، افتح دي هقول له ان هي مثلا ايه فيكسد بوزيشن باي جيومتري. وبيقول لي بقى سيلكت الجيومتري اللي هو هيعمل لها فيكسيشن من خلالها. ادي اهي الستيب دي راح عمل لي ايه، راح عمل لي البولي راكبه على الشوفت. ممكن نفتح برضو البولي دي هلاقي كل الابعاد بتاعتها. تقدر ان انت تغير في الابعاد، تقدر تغير في اتجاه الدوران، تقدر تعمل ايه كل الحاجه انت عايزها. بس البولي اللي هو حاططها لك بتبقى غالبا هي ستاندرد. انت بقى عايز تغير في اي حاجه مفيش مشكلة، بس هيجي هنا بدل ما هي هتبقى قاريها ستاندرد هيقراها ان هي كاستمايزد، او ان هي انت عاملها يعني ايه من دماغك مش بناء على ستاندرد معين. البولي التانية بقى طبعا لازم تبقى فري، لان انت عشان تظبط السنتر ديستنس اللي ما بين التو بوليز وعندك طول سير معين، فالبولي الاولانية راكبة عادي مفيش مشكلة، لكن البولي التانية بتبقى على سلايدر كده. برجع السلايدر ده شوية عشان يديني التنشن اللي في البلت اللي انا ايه اللي انا عايزه. كده انا عملت بليسمنت للبوليز. اقدر ان انا بعد كده اروح على الكالكليشنز. بيقول لي تايب اوف كالكليشنز، عايزه يحسب ايه، عايزه يتشيك الحسابات بتاعتي او ان البلت ده هيبقى الاسترنس بتاعه مناسب ولا لا. والحاجة التانية ان انا ممكن اخليه يطلع لي عدد السيور. فاحنا خلينا نمشي جنرال ونقول له تشيك السترينث، لان انا دخلت له عدد سيور بالفعل. فبعد كده هروح على الباور، ادخل باور وادخل سبيد هيحسب لي التورك على طول. سيرفيس فاكتور ده بقى على حسب الكلام اللي احنا قلناه. شوف بقى انت الكونديشنز اللي شغال فيها السير دوت. اقل سيرفيس فاكتور عندنا 0.25. الفاكتورز هو هنا حاططها بارقام معينه، لو انت عايز تخليها كاستم تقدر ان انت ايه تغير فيها.
والبيلت بروبرتيز برضو هو اوريدي اختارها بناء على السير اللي انت اخترته. ناقص اخر حاجه بس تحط تنشن فاكتور. التنشن فاكتور ده اللي انت بتحطه في السير علشان يبقى مشدود كويس فينقلك الباور بالطريقه اللي انت عايزها. يبقى انت اصلا بتخلي البولي، مش احنا قلنا البولي دي بتبقى راكبه على سلايدر وبقدر ان انا ارجعها لورا جامد بحيث ان هي تشد السير اكتر. طب هي انا ليه عايزها تشد السير؟ لان السير كل ما يبقى فيه شد اكبر كل ما يبقى بيقدر ينقل باور اعلى بافشنسي اعلى و كفاءته بتبقى احسن. ماشي. يبقى التنشن فاكتور دوت هو الفاكتور اللي انت له علاقه بالتنشن اللي انت هتعمله في السير دوت عشان تعلي من الفريكشن وتعلي من الترانسميشن بتاعه. لو انا دلوقتي قلت كالكوليت، طبعا هو مطلع لي ايه؟ ان انا الديزاين بتاعي مش هيبقى سيف. طب ليه مش هيبقى سيف؟ اول حاجة هو هنا مطلع لي عدد السيول اللي انا محتاجه المفروض، او اللي انا كنت حاطه 3، اللي انا محتاجه بقى الريكوايرد 35 سير. طبعا لو انت اتكلمت في رقم زي ده فانت بتهرج، لان انت اكتر من 5 سيور اصلا على بولي الموضوع بقى يعني مش منطقي. براكتيكالي مفيش بولي اقدر اصنعها لعدد اكتر من كده، والشافت دوت هيبقى شايل بولي يعني تهمة. يعني ماكسيمم 5-6 ده كمان يعني ايه في اضيق الظروف. فمعنى كده ان انا الديزاين بتاعي دوت هيبقى فيه مشكلة كبيرة وعايز اعالج المشكلة دي. فاعمل ايه عشان اعالج ده؟ تقدر ان انت تكبر الطول بتاع السير. بدل ما هو مثلا كان 440 انا هختار 865. ده كبرت الطول بتاع السير، اقول له الكالكوليت. طبعا حصل تحسن بقى 33 سير، ولكن طبعا ايه يعني لسه احنا بنهزر كده، ما فيش برضو ايه تحسن كبير في الموضوع. طب ايه اللي انا ممكن اعمله تاني؟ واحد ممكن يقول لي اقلل الباور او اقلل السبيد. لا طبعا، انت الباور والسبيد دي انت حاجه مجبر عليها، انت ما تقدرش تقللها بمزاجك، فاحنا مش هقدر ان احنا نقرب منهم. ولكن نقدر مثلا نعمل ايه؟ نكبر في أبعاد السير. يعني هنا كنا واخدين سير 6 في 4، لا خلينا مثلا ناخد 22 في 14. طبعا البولي أكبر طبعا زي ما انت شايف، ومحتاجين هنا نحط ايه برضو السبيد ريشيو اللي هنا كنا حطينها هنا كده عشان نحافظ على السبيد ريشيو. طبعا خلي بالك ان انت محتاج تعدل في البولي التانية دي الديامتر اللي موجود، وتخليه مثلا لو انت عندك سبيد ريشيو ب2 يبقى انت عايز الديامتر ده يبقى 360. فهدور هنا على 360، مفيش 360، في 355 ممكن ان انا ايه اقول له اشتغل بيها. يبقى احنا كده عاملين سبيد ريشيو قريبة من التلاتة. طب افرض انت عايزها 360 وما يعني مش هينفع ان انت ترضى بالخمسة ملي دول، خلاص دخلها مانيوال مفيش مشكلة. بس وانس ان انت دخلتها مانيوال بقى قاري ان البولي دي كاستم او انت عاملها بمزاجك، ما بقتش ستاندرد زي ما كانت في الاول. وتقدر تقول له يكالكوليت، راح طبعا طلع لك ان انت محتاج سير واحد تقريبا، بقيت سير بزيادة كمان كده. تقدر تقلل عدد السيور، تقدر ترجع هنا وتخلي عدد السيور ب2. وتقول له كالكوليت ولسه الديزاين بالنسبه لك سيف. طب ايه الحاجات بقى المهمه تاني في النتائج اللي قدامك عشان تقدر ان انت تستغلها تفهمها؟ لان طبعا عدد السيور ده هو بالنسبه لنا اهم حاجه. نيجي هنا ل الفورسز اللي موجودة في ال V build. انت هنا عندك في فورس اللي هي
وانا حاطط لك الماس. البولي الاولانيه، بص بقى البولي الاولانيه مطلع لك الاف 1 والاف 2 بكذا، والبولي الثانيه مطلع لك الاف 1 والاف 2 بكذا، طبعا هنا مع كوسين لان بالنسبه له البولي الاولانيه هي الايه الريفرنس، فبناء عليها هتلاقي ان بولي 2 الفورسز ايه مع كوسين، لكن هو يعني الاف 1 هنا دي مقابله للاف 2 في البولي اللي قبلها ماشي. طب الاف 1 والاف 2 دي بقى هي الفورسز اللي موجوده في السير، ودي اللي انت هتاخدها وتحطها على الشافت وانت برضو بتعمل شافت ديزاين. بس بدل ما انت تاخد بقى التو فورسز دول، انت هتاخد الاف ار، الاف ار الريزلتنت بتاعت الاتنين دول. بس الاف ار بتبقى واخده انجل على حسب الفورس الكبيره، يعني مش بتبقى دايركت عمودي على الشافت، لا هي بتبقى واخده انجل على حسب الفورس الكبيره. فانت تقدر ان انت بعد كده تروح واخد الاستاتيك تنشنينج فورس اللي هي الفورس بقى الاف دبليو دي، دي الفورس اللي انت ممكن تروح تحطها دايركت على الشافت، وهي دي تقدر تقول اللي هي اف 1 اف زائد اف 2 على الشافت في اتجاه الراديال على الشافت، فتاخدها وتقدر تحطها على الشافت دايركت. فعايز تستخدمها تمام، عايز تستخدم الاف 1 والاف 2 كل واحده لوحدها وتحط الفورس دي بما ان انت بقى تقدر تعرف لو عرفت الانجل اللي مايل بيها كل فورس، تقدر ان انت بعد كده تعملها مانيوال وتحلل وتجيب بقى الفورس الراديال والتنجنشال وتعمل ايه الليله دي كلها. فطبعا الاسهل ان انت تاخد الايه الاف دبليو سوري الاف في وتعوض بيها على طول في حسابات الشفط. ماشي يا جماعة، دي يمكن ايه دي اهم حاجات انا محتاج ان انت تركز عليها. طبعا هو هنا يعني مطلع لك برضو الشد اللي انت المفروض محتاجه في السير دوت، هعمل لك حاجة اسمها الافكتيف بول. الافكتيف بول دوت اللي هو الشد اللي انت لازم تخلي السير ده متعرض له علشان يقدر ان هو يشتغل بافشنسي كويسة. وقايل لك كمان افشنسي هنا هيبقى 97.5%، فلو انت مش محقق effective بول ده هتلاقي ان السير ممكن يحصل فيه سليبنج، ممكن يلف على الفاضي. بس ده طبعا كده كل الايه كل الكلام. لو انت عايز طبعا تغير هنا في لو طلع عندك ايرور تاني او غير في تغير في عدد السيور الريكوايرد، تقدر ان انت تغير في مقاس البيلت، تقدر ان انت تغير في طوله، تقدر ان انت تغير في ابعاد البوليز، بحيث ان انت توصل للايه للي انت عايزه. ده كده كان بالنسبة للانفنتور، يعني كان المفروض نسيف بس مش مشكلة. حد عنده سؤال يا جماعة؟ لا تمام. ماشي يا محمد. طب